الرابع من أيار من كل عام نحتفل بيوم المرور العالمي، فبين الشوارع والساحات وعلى مفارق الطرقات رجال يتحدون الظروف الجوية، درجات الحرارة، قوة الريح، ليبقى السير في الاتجاه الصحيح. تنظيم السير والسلامة المرورية وضبط المخالفات جزء من مهام رجل المرور يلي اليوم بدنا نتوجه له ونقول له بعيده كل سنة وانت بألف خير. ولحتى نحكي أكثر على هاليوم ونحكي أيضا عن رجال المرور بصرنا نرحب بصباحنا بسيادة العقيد محمود الصالح رئيس قسم عمليات مرور دمشق. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. الله يسعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير. طبعا بهذا اليوم الرابع من أيار اللي هو عيد يوم المرور العالمي لرجال شرطة المرور في كل العالم، ولدينا أسبوع المرور العربي أيضا، فكل عام وأنتم بخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك، وبنرجع نقول لك كل عام وانت بألف خير. لجميع رجال الشرطه كمان بدنا نتمنى لهم يكونوا دائما بصحه وطاقه كثير عاليه لحتى يقدروا ينظموا السير ويكونوا على قدر هذا التحدي والمسؤوليه. اليوم عم نعيش يمكن صعبه بمختلف المستويات، كيف عم تقدروا اليوم تنظموا عمليه السير وتضبطوا جميع المخالفات؟ نعم، هلا بشكل عام قبل ما نتحدث كيفيه ضبط الشارع بالنسبة للمخالفات وبالنسبة لحركة المرور، دعينا نتحدث عن هذا اليوم عن السلامة المرورية. نعم. طبعا كما تعلمون أصبحت الحوادث المرورية هي هاجس أي مواطن وأي فرد بأي مكان إن كان. لما استنزفت هذه الحوادث من الطاقات، من الموارد المادية أو الطاقات البشرية، وأصبحت مست المجتمع بأهم مقومات المجتمع اللي هو الإنسان. كما تعلمون يعني أصبحت الوفيات هي وفيات حوادث السير هي ثاني أكبر سبب في العالم بالنسبة للوفيات. من هنا جاء اهتمام العالمي فيما يتعلق في السلامة المرورية، وحدد هذا اليوم هو الرابع من أيار كالسلامة المرورية بشكل عام حفاظا على حياة الإنسان. كما تعلمون عندما نتحدث عن السلامة المرورية نتحدث عن عناصر أساسية يعني تكون هي أساس وقوع الحادث، اللي هو الإنسان، اللي هو أهم يعني أهم عنصر هو الإنسان، سواء كان هذا الإنسان سائق مركبة أو كان مشاة. سائق المركبة عليه واجبات، يتوجب عليه أن يتقيد بقواعد وأنظمة المرور، يتوجب عليه أن يكون أكثر حذرا في القيادة، عليه مسؤولية، يتوجب عليه أن يكون أثناء القيادة يعني ملتزم بشكل تام بقواعد وأنظمة المرور، عدم ارتكاب أي مخالفة تمس بالسلامة المرور العامة. فيما يتعلق في المشاة أيضا يتوجب عليهم أن يتقيدوا بقواعد المرور في قواعد السلامة المرورية، بعدم التقطيع العشوائي، وهذا ما نعاني منه نحن بشكل مباشر، التقطيع العشوائي للمشاة من ممرات، عدم الالتزام بممرات المشاة في جسور أو أنفاق المشاة أيضا، فالتقطيع العشوائي، عدم التقدير الصحيح، عندما بدي أقطع من شارع بدي أقدر سرعة المركبة إن لم يكن هناك ممرات للمشاة، فأيضا هناك واجب على المشاة. لدينا أيضا المركبة، يتوجب العنصر الثاني اللي هو المركبة، يتوجب على سائق المركبة أن تكون المركبة جاهزة من الناحية الفنية بشكل عام، لأن نستطيع أن نتحكم بهذه المركبة عندما يدهمنا لا سمح الله شيء مفاجئ، فبالتالي يتوجب أن تكون هذه المركبة جاهزة بالنسبة لدي. الشيء الآخر، هناك الطريق، يتوجب على تأمين شبكة طرق وجسور وأنفاق تكون مؤهلة أن تكون القيادة على هذه الجسور وأنفاق وعلى الاسترادات تكون بشكل أمن من خلال تجهيزها بشكل كامل، سواء كان بالشاخصات المرورية أو الدلالات المرورية أو حتى من ناحية التزفية والمعبد وعدم وجود هناك أي إشغالات. فهذه العناصر الأساسية تجتمع لا يكون لدينا حادث مروري، فبالتالي نحن نعول على الإنسان اللي هو الأهم من هذه العناصر، فبالتالي نتمنى مجرد ما كنا نحن أكثر التزاما بقواعد وأنظمة المرور إن شاء الله نصل إلى ما نصبو إليه دائما هو السلامة المرورية. فيما يتعلق كيفية الضبط، كما تعلمون نحن موجودين على مدار الساعة، مدار 24 ساعة لدينا عناصرنا موجودين على كل التقاطعات في المدن لضبط حركة السير وشرطة المرور، وخاصة عنصر قسم العمليات، هذا العنصر مجهز كرجل أمن، يعني ليس هناك لديه أعباء كبيرة جدا، وليس لديه أنه بس أنه شرطة المرور واقف لتسيير حركة السير. بداية يتوجب عليه ضبط حركة السير على التقاطعات أن لم تكن هناك إشارة ضوئية، أن كانت هناك إشارة ضوئية فهو من يضبط العمل أو الحركة المرورية على هذه التقاطعات. أعطى أيضا بالنسبة للأشخاص الشيوخ والأطفال وتقطيعهم بشكل آمن، وخاصة طلاب المدارس، عند المدارس فكمان لدي مهمة هامة جدا متعلقة على شرطة المرور
لدي أيضا فيما يتعلق في أعطاء الأفضليات لسيارات الأسعاف والمراسم، كمان هذه المواكب يتوجب عليه أن يقوم بإعطاء الأفضليات، بالإضافة إلى ضبط جميع المخالفات الموجودة في الطرق. ودائما نتحدث عن ضبط وليس قمع، لأنه الضبط يفترض يكون لدي أنا كسائق وعي مروري تام لقواعد وأنظمة المرور، فبالتالي أن لم يكن هناك شرطي مرور فأنا هو لازم أكون أنا شرطي مرور من حيث التزام بقواعد وأنظمة المرور بشكل تلقائي وطوعي، وهذا ما يعني التوعية المرورية توجب أن تتوجه لكل هذول الأخوة المواطنين من أجل الالتزام بقانون السير بشكل طوعي وتلقائي. نعم سيادة العقيد، ما بدنا ننسى نترحم على أرواح شهدائنا طبعا. من رجال المرور أيضا يلي في عدد كتير كبير من الشهداء جراء الأعمال الإرهابية يلي صارت على سوريا، وأيضا الشفاء العاجل للجرحى. ما بدنا ننسى يعني رجال المرور أيضا كانوا بالصفوف الأمامية عندما يتم تحرير منطقة تلوى الثانية بفضل أبطال الجيش العربي السوري. اليوم خلينا نحكي على دمشق. هالسنة الحمد لله مثل ما بيقولوا تم فتح واستعادة طرقات عديدة. اليوم عمل رجال المرور في هذا المجال، يعني كيف قدرتوا تنظموا السير، ترجعوا يمكن جديد تفتحوا طرقات جديدة، وحتى كان في تصليح لجسور أيضا. بشكل عام يعني ان شاء الله يعم السلام على كل اي شبر في الاراضي الجمهوريه العربيه السوريه. طبعا دمشق وريف دمشق اصبح حاليا محارب بشكل كامل وامن. نحن اي منطقه ندخل دخلنا عليها، وكما تحدثت نحن في الصفوف الاولى مع الجيش العربي السوري، ونحن رديفين للجيش العربي السوري، وقد قدمت جميع فروع سوريا فرع المرور شهداء سواء كان بأثناء تأدية خدمته أو خارج تأدية الخدمة. فيما يتعلق في المناطق اللي تم يعني تحريرها مباشرة نحن نقوم بوضع خدمة، ونتحدث عن دمشق كوني رئيس قسم عمليات مرور دمشق. فنحن مثل المتحلق الشرقي لدينا أيضا متقاطع عندك من حرستا استراد حرستا باتجاه عقد القابون حتى وصولنا إلى البيطرة شارع ابن عساكر لباب مصلى، بالإضافة لطريق المطار اليرموك عندنا استراد درعا، بالإضافة ل هناك أغلب المناطق في مدينة دمشق كان هناك تواجد مروري كامل وتواجد مروري يعني على أغلب التقاطعات على هذه الأماكن. طبعا عندما نشاهد نحن شرطي المرور، أنا كمواطن أشاهد شرطي المرور على تقاطع من هذه التقاطعات أنا فهو مصدر أمان على اعتبار شرطي المرور هو رجل أمن. طبعا شرطي هذا الشرطي اللي موجود على التقاطع هو من أجل تنظيم حركة المرور والإبلاغ عن أي طارق لا سمح الله قد يحدث بشكل هذا المفاجئ، وكان لنا يعني الإخبار السريع كما تعرف موجودين فنحن لدينا الأخبار السريعة عن أي طرف وتدخل جهات الثانية من أجل اتخاذ كل جهة دورها فيما يخصهم سواء كان بالأقسام أو غير الأقسام أو الإبلاغ عن حالات أمنية طارئة. فبالتالي تواجدنا نحن كان موجود، وعلى مدار الساعة عناصرنا موجودين على كل التقاطعات في مدينة دمشق. وأنت حاليا إذا بتروحي الساعة 2 و3 الصبح بتلاقي عناصرنا موجودين حتى على أطراف مدينة دمشق من أجل ضبط المخالفات وضبط حركة المرور على هذه التقاطعات بشكل عام. يعني يعطيكم ألف عافية. يعني هي السنة اللي كان في ظروف جوية كتير صعبة عشنا، خلينا نقول شتي كتير مرقاسي. خبرنا كيف كان عم يتم عملية تنظيم السير، وكيف عم تضمنوا أنتم سلامة المواطنين بظل هي الظروف يلي فعلا عم بصير فيها كان كتير مشاكل. كيف كان بتم التعامل معه؟ طبعا يعني شرطي المرور كما تحدثت من واجبه طبعا تقديم الخدمة للمواطن، وهذا الشرطي يعني شعار الشرطة بشكل عام هو الشرطة في خدمة الشعب. وتوجيهات السيد وزير الداخلية المتكررة وبشكل يومي أنه قدموا أكبر ما تستطيعون من خدمة للمواطن. هذه الظروف كما تحدثت نحن موجودين في فصل الصيف وموجودين في فصل الشتاء بكافة الظروف. في فصل الشتاء مرت علينا فعلا ظروف قاسية فيما يتعلق الله يبعث الخير، هناك كانت أمطار غزيرة جدا، لم يكن هناك القدرة الكافية على يعني التصريف الراجالات تبع التصريف، فبالتالي كان هناك لدينا اغلاق لعدد من الانفاق وعدد من الطرقات. طبعا شرطي المرور يعني نحن نقوم بتوجيه عناصرنا على يعني مساعده الاخ المواطن بشكل سريع من خلال عزل المنطقه، مثل نفق اغلق بالمياه نقوم بعزل هذا النفق، ايجاد طرق بديله، يتم توجيه الاخوه المواطنين على هذه الطرق البديلة.
المدينة من أجل إيصالهم بأسرع وقت ممكن وبشكل آمن. يعني أقصد بشكل آمن ما نبعثه كمان على مكان قد يكون هناك في كمية حالة أسوأ ممكن تماما يعني. فبالتالي قمنا بعزل هذه الأنفاق، عملنا بعزل هذه الأماكن اللي ممكن تكون فيها المياه ما غير قادر الشخص أو المركبة أن تمر منها. بالإضافة أنه إذا كان هناك شخص عالق فكان شرطة المرور إلى يد كبير جدا بمساعدة هؤلاء الأخوة المواطنين من خلال إخراجهم من المياه وسحب السيارات العالقة بالمياه خارج هذه الأنفاق أو خارج هذه البرك هذه المياه. وبالتالي يعني هذا واجب، وهذا شعارنا الشرطة في خدمة الشعب، ونحن ما نأديه هو واجب، وهذا واجب على أي شرطي مرور. وبالإضافة يعني شرطينا موجود من أجل يعني هذه الحالات الطارئة، يعني ليس فقط أنا بدي يعني موجود لنظم ضبط، هو الضبط السير هو آخر ما نفكر فيه وآخر يعني نحن لا نسعى للمخالفات بشكل مباشر كما يقال ويشاع، لا بالعكس نحن نتمنى من الجميع أن يكون هناك التزام بقواعد منظمة المرور. وأكبر دليل على ذلك أنه نحن اليوم وبكرة وبعد بكرة يعني 4 و5 و6 سيتم إيقاف المخالفات بشكل نهائي، ألا المخالفات التي تمس بالسلامة العامة. والسلامة العامة هذا أمر ما لا نستطيع أن نتجاوزه، وخاصة فيما يتعلق في السرعات في تجاوز الإشارة الضوئية وغيرها، وهناك مخالفات أيضا خطرة. بالأخير نحن بالتالي نكتفي بالتنبيه والتوجيه والتوعية. نعم. وهذا هو الهم الأكبر يعني. أكيد. صحيح. سيادة العقيد، حكينا بالعموميات وعن دوركم يعني الدائم والمعطاء في كل الظروف وكل الأعياد وكل المناسبات خلينا نقول، ولكن خلينا نروح لعند حضرتك بما أنك رئيس قسم عمليات مرور دمشق. خلينا نحكي كيف بتبلش نهارك، كيف بتم توزيع المهام، كيف بتتفقد العناصر الموجودين بالطرقات أيضا. أنا بدك أعمال رئيس قسم العمليات. أوكي. طبعا نحن لدينا خدمة صباحية من الساعة 6:30، لدينا اجتماع بساحة الفرع بالنسبة للفئة الصباحية. طبعا لدي أنا ضابط مشرف ولدي عدد من الضباط يتم حضورهم بالاجتماع الصباحي. يتم حضور سيادة العميد رئيس فرع المرور على الأغلب، أغلب الأيام يكون رئيس فرع المرور موجود طبعا بوجودنا. نتم تفقد هذه العناصر من ناحية الهندام، يتم بشكل كامل تفقد الآليات، يتم بالاجتماع عطاء التوجيهات المرورية والثقافية لعنصرنا من حيث كيفية تتعامل مع المواطن، كيفية تتعامل مع المخالفة، كيفية تتعامل مع حركة السير. هذه التعليمات تعطى بالاجتماع، ومن ثم تخرج العناصر الساعة 6:30، اجتماعنا ربع ساعة 7 لازم تكون كل عناصرنا. وإذا في مشكلة بين عنصر مرور ومواطن كيف بتم حلها أنتم كقسم عمليات يعني؟ خليني أكمل لك دقيقة بعطيك. فبالتالي عناصرنا بتخرج 7، بتكون نحن عناصرنا بالكامل موجودة على كل التقاطعات في مدينة دمشق منشورين بشكل كامل. طبعا لدي أنا مدارس في الفترة الصباحية يتم طبعا إعطاء التعليمات، ولدينا أمر خدمة يعني أسبوعي نوزع على كل مدرسة، نوزع هناك عنصر مرور من أجل تنظيم حركة المرور وتقطيع الطلاب بشكل آمن إلى مدارسهم. تأتي بعد الساعة 8 أيضا هناك الموظفين وتبدأ الحركة المرورية في مدينة دمشق. لدينا اجتماع آخر، لدينا الفئة المسائية تحضر الساعة 1:30 تماما، يكون بساحة الاجتماع نفس الترتيب، نقوم إعطاء التعليمات والتوجيهات، ومن ثم خروج الفئة المسائية للشارع. يلتقي الفئتين الساعة 2 يعني الساعة 2، يمكن لدي فئة صباحية موجودة في الخدمة، الفئة المسائية بيكون أخذوا مكانهم بالخدمة. فلدينا أصبح لدينا تعزيز للتقاطعات في المدينة للساعة 3 مساء، وهي مدة ذروة حركة السير بسبب خروج الطلاب والموظفين وما شابه. فبالتالي يكون لدينا كادر كامل موجود بهذه الساعة، من ثم تبدأ الفئة المسائية بالدوام للساعة 11 بالليل. لدينا أيضا فئة ليلية تبدأ من الساعة 9:30، هناك اجتماع، هناك تعليمات، تخرج الساعة 10 ليلا، تكون الفئة الليلية أخذت أماكنها بالخدمة، تشترك مع الفئة المسائية الساعة 11، تتم صرف الفئة المسائية وتستمر الفئة طبعا الليلية حتى الصباح لا تستلم من الفئة الصباحية. هذا فيما يتعلق في الخدمة، وهذه الخدمة موجودة على بأوامر خدمة منظمة أسبوعية تصدر. طبعا نحن موجودين في الشارع، لدينا على كل قطاع آمر قطاع، ولدينا ضابط قطاع من أجل طبعا مدينة دمشق تقسم إلى 8 قطاعات مرورية، وكل لكل قطاع هناك آمر قطاع طبعا برتب مختلفة، ولدينا ضابط قطاع يقوم يعني معاون له. نعم. يساعده في إدارة هذا القطاع، وطبعا رئيس قسم العمليات يشرف على كل القطاعات في المدينة وأعطاء التوجيهات والتدخل عندما يحتاج التدخل فيما يتعلق بحركة السير أو ما شابه ذلك. طبعا نحن فيما يتعلق في الممانعات، دعني نتحدث عن الممانعات ما بين عنصرنا ومواطننا، بتصير
يعني بعض أحيان تشنج بسيط من أخ المواطن، إصرار شرطينا على تنظيم الضبط المخالفة، قد يحدث هناك بعض الإشكالات الطفيفة وهي لله الحمد يعني قليلة، يعني تنحل قليلة جدا. طبعا ما يتم حل الخلاف، طبعا نحن نحضر الطرفين لفرع المرور ولا قسم التحقيق، ويتم يعني مثلا الاستماع للمواطن واستماع لشرطينا ان كان هناك استدعاء لتنظيم ضبط، ان كان هناك في خطا في تعدي سواء كان من شرطينا او كان من المواطن، فيتم تنظيم ضبط، فبالتالي يتحول القضاء بشكل اصولي. وان كان الموضوع الخلاف هو موضوع خلاف بسيط، فيبقى بالاخير هذا المواطن قد يكون ليس لديه الوعي المروري، قد يكون مضغوط نفسيا، وهذا ما نتحدث دائما عنه، عندما يكون الشخص في حالة إرهاق أو في حالة نفسية يعني قلقة، نقول نحن من وسائل السلام المروري أو وسائل السلام المروري نتجنب وقوع الحوادث، أنه أنت لا تسوق في حالتك النفسية تعبانة أو أنت في حالة إرهاق، فقد يكون هناك ملاسنات. فبالتالي أن شاهدنا أن هو الموضوع بسيط، يتم المصالحة فيتم المصالحة، ويتم التنبيه على عناصرنا، يعني المواطن صالحنا نعم جسر، لكن نبقى نحن ننظر لشرطينا من الناحيه المسلكيه. هل يا ترى شرطينا فعلا قام باستفزاز هذا المواطن؟ ما اعرف كيفيه التصرف معه، ما مشان ما نحط اللوم كله على المواطن. ايضا نحن لدينا شرطي يحتاج الى دائما توعيه مروريه، يحتاج الى ثقافه، يحتاج انه نحن ماشي هذا مواطننا، ان كان في هناك خطا فبالتالي في هناك 70 ضابط اللي هو مسؤول عنك، ممكن يكون استيعابه اكبر، فبالتالي تنحل يعني الاشكال. نعم يعني سياده العقيد خلينا نقول انه دائما لازم تكون توعيه من الطرفين، أكيد. من رجال المرور وايضا المواطنين. بالنسبه صحيح. لرجال المرور خلينا نحكي قد ايه مهم او قد ايه ممكن تكون موجوده دورات تدريبيه، دورات تاهيليه باستمرار، الوقوف على الاخطاء معينه ممكن تصير اخذها بعين الاعتبار، صحيح. وتنبيه باقي عناصر الشرطه لحتى ما نرجع نوقع بنفس صحيح. غلط، لانه ما فينا نقول انه دائما المواطن على غلط، بنفس الوقت مو دائما هو على حق. لا لا مو ما دائما المواطن على غلط، اكيد لا. انا وتحدثت معك بشفافيه لانه لكن شرطينا لدينا هناك دورات تدريبيه وتثقيفيه، كل 3 شهور 4 شهور لدينا دوره بكليه الشرطه بشكل دوري لكل عناصرنا، بالاضافه لما نقوم به نحن كمشرفين مباشرين على عناصرنا بالاجتماعات اليوميه بالارشاد والتوجيه والتوعيه المروريه وتثقيف عنصرنا من الناحيه المروريه وكيفيه يعني التعامل مع المواطن. نحن بعض الاحيان تجينا عنصر على سبيل المثال غير قادر، يعني طبيعته شخصيته هذا الشرطي غير قادر انه يتعامل مع في الشارع، فنحن تركه في الطريق قد يخلق ممانعات او يعني تركيبته هيك، فبالتالي هناك وحدات شرطية أخرى ممكن يكون ناجح فيها أكثر، فبالتالي يتم نقل هذا العنصر إلى أو هذا الشرطي إلى وحدات شرطية اللي ممكن يكون هو لايق فيها بالخدمة أكثر من شرطي المرور، لأن شرطي المرور يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى الكلمة الحلوة طالعة. يعني نحن دائما نوجه لعنصرنا عندما يتم استيقاف المركبة لمخالفة، يتوجب عليك أن تكون هناك المخالفة ظاهرة أكيد، يعني أنا ما بدي أوقف مركبة للمخالفة تسير وأنا بدي أروح أدور على المخالفة، لا نحن مخالفة ظاهرة موجودة، يتم استيقاف المركبة، يتم يعني ما بدي أقول لك أنه نقوم بتحية يعني أداء التحية بهالطريقة، السلام عليكم الله يعطيك العافية، فهي نوع من الاحترام. فبالتالي بيبقى مواطن هذا الشخص اللي خالف هو خالف القانون صح، ولكن بالأخير هي مخالفة، قد يكون التنبيه ناجع أكبر من المخالفة إن كانت هناك مخالفة لا تمس بالسلامة العامة. وهي توجيهات للأمانة بشكل أنا أحكي بشفافية، هي توجيهات السيد وزير الداخلية، سيادة اللواء وزير الداخلية المتكرر واليومية، أنه نحن يتوجب علينا أن نكون أكثر صبرا وأكثر يعني تحذيرا وتوعية سواء لكان شرطينا أو للأخ المواطنين، فبالتالي الثقافة موجودة ونحن نعمل على دائما رفع مستوى الثقافة لعناصرنا بالإضافة للتوعية المرورية للأخوة المواطنين. نعم بالنهاية كلنا أولاد وطن واحد أكيد. وكلنا بدنا نتحمل بعض بكل الظروف السيئة والحلوة أكيد شام. بنهاية لقائنا مع حضرتك سيادة العقيد نحن بدنا نقول لك كل عام وانت بألف خير، ولرجال المرور جميعا ان شاء الله هيك بينعاد عليهم بألف خير والله يحميكم جميعا. شكرا لك وكل عام وانتم بخير. طبعا لو سمحتوا لي بثواني فده. نحن اليوم في يوم المرور العالمي، نتمنى من الجميع وهذه رساله لنصل الى ما نصبوا اليه دائما اللي هي السلامه المروريه. ما تحدثنا عن الاحصائيات، الحوادث السير هي اعداد كبيره جدا، كنت اتمنى نتحدث عن الاحصائيات، نتمنى الالتزام بقواعد وانظمه المرور بشكل طوعي، بالتالي نصل الى ما نصب اليه دائما هي السلامه المروريه. نتمنى لكم السلامه في قياده مركباتكم او سواء كنتم مشاة، وكل عام وانتم بخير.
نرجع نقول لك يعطيك ألف عافية، شكرا لك وعلى جميع أفراد الشرطة. بدنا نتمنى لكم دائما تكونوا بهمة عالية، وبدنا نشكركم على تحمل جميع الظروف ونتحمل بعض المواطنين يلي فعلا عم يغلطوا بشكل كتير كبير وعم يعني عم يأثروا على السلامة المرورية. شكرا لك. شكرا يعطيك.